أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، في هذه الكلمة المتواضعة أقدم بعض فضائل وفوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة والأخوات، وأنتم تفرحون بالمولد، فإن من أفضل ما يلتزم في أيام الفرح هذه، ولا سيما في ليلة المولد، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة من طراز رفيع ولها فوائد جليلة وفضائل لا تعد ولا تحصى. أذكر من ذلك: أولا، عندما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فأنت تمتثل أمر الله، فأنت هنا في طاعة وامتثال، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنت فعلت ذلك. ثانيا، أنك في إطار الصلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام توافق الله وملائكته في الصلاة عليه، وهذه منزلة سامية رفيعة، فالله تعالى قبل أن يأمرنا بالصلاة عليه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثالثا، عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة يجازيك الله عنها عشرا، وفي نفس الوقت يرفعك عشر درجات ويمحو عنك عشر سيئات، كل ذلك وأنت لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. رابعا، أن الدعاء يستجاب بعدها. إذا قدمت بين دعائك حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، فذلك الدعاء إن شاء الله يستجاب. خامسا، أنها سبب لنيل شفاعته عليه السلام يوم القيامة، فالذين يكثرون من هذه الصلاة يرجون الشفاعة. سادسا، أنها سبب لغفران الذنوب. سابعا، أنك عندما تلزم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الله ما أهمك ويقضي عنك دينك، كما ورد في حديث الصحابي الجليل الذي وجده عليه الصلاة والسلام مهموما في المسجد، فسأله لماذا، فقال له: هموم وديون. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي، يكفيك الله ما أهمك ويقضي دينك. وكما ذكره كذلك بالنسبة للذي وعد أن يجعل كل صلاته له عليه الصلاة والسلام. ثامنا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب قربك منه يوم القيامة، فالذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في جواره يوم القيامة. تاسعا، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي صدقة المعسر، فالشخص الذي لا يجد ما يتصدق به يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتلك صدقته. عاشرا، سبب لقضاء الحوائج، فما تطلبه من الله تعالى يقضى بكثرة الصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11 أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة وطهارة، فأنت عندما تصلي عليه فقد قدمت زكاة وقدمت ما يكون لك طهارة في الدنيا والأخرى إن شاء الله. 12 سبب النجاة من أهوال يوم القيامة، ما أكثر أهوال يوم القيامة وما أشدها وما أصعبها، بكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو من ذلك إن شاء الله وبإذن الله. وهذه مجرد نقطة من بحر، وإلا فإن فضائل وفوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تنتهي، فالزموها تغنموا. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.